اليوم جايب لكم اخبار سريعه وعشوائيه، يعني نفس الشيء اللي سويته قبل اسبوعين تقريبا، يعني بس هي حلقه خفيفه تكون فيها اخبار خفيفه، او ساعات تكون الاخبار يعني ثقيله شوي. طبعا في وايد اخبار دسمه وغريبه، لكن هاي نخليها حق مرجان يفاجئكم بالاشياء المعوقه اللي صارت هالاسبوع، وايد اشياء غريبه. المهم سدوا بوزكم بالسندويتشات اللي قاعدين تاكلونها وطالعوا الفيديو واستمتعوا. فيسبوك اشترت شركة لعبة The Order 1886. طبعا اللي ما يعرف The Order لعبة نزلت اول ما نزلت البلاي ستيشن 4 وسووا عليها ضجة وهايب وحالة، لكن لليوم اقول لكم من افضل العاب البلاي ستيشن من ناحية الجرافيكس والافكتات، لكن للأسف التوجه السينمائي للعبة كان سبب فشلها لان ركزت كليا على المظاهر وعانت بهالسبة في الجيم بلاي وباقي الاشياء. المهم فيسبوك اشترتهم وتركيزهم بيكون الحين ان يسوون العاب VR على الاوكلس ريفت، لكن للحين مع الحرية ان يسوون العاب شركة مستقلة، وطبعا بيكملون لعبتهم اللي بتنزل نهاية هالسنة لون ايكو 2 تكملة على لون ايكو اللي نزلت في 2017. سوني بتدفع فلوس حق اي شخص يكتشف اخطاء او جلتشات في البي اس ان او في الجهاز نفسه. المبلغ عادي وصل له 50,000 دولار، يعني 190,000 ريال سعودي. شنو يعني؟ يعني الهاكرز برزوا روحكم. طبعا المبلغ يعتمد على ضخامة المشكلة، بس الغريب في الموضوع انه ليش الحين؟ يعني ازمة البي اس ان اللي صارت الهاكرز اللي هكروا البي اس ان في 2011 خلاص خلصت السالفة مالتها، ليش نطروا 9 سنين حق يسوون هالشيء؟ ما ادري الموضوع غريب، اتوقع شكله كمين عشان يصيدون الهاكرز. خبر حزين انه يمكن العاب الجيل الجديد يزيد سعرها من 60 دولار الى 70 دولار، لان NBA 2K اعلنوا عن سعرها اللي بيكون 70 دولار على البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريز اكس. طبعا بتي تقول ان 10 دولار مو وايد فرق، لكن بلا وايد يفرق عقب المليون لعبة اللي بنشتريها. لو زين والله ترجع ايام الكوبي السي دي كان ب 10 ريال دينار واحد. مسرب من تويتر سرب بيانات تقول ان في نسخة ارخص من الاكس بوكس سيريز اكس بتنزل نهاية السنة، لان للحين في وايد ناس ما عندهم تلفزيونات 4K ف يعني ما يحتاجون كل هالقوة من الجهاز الاصلي، فالشي اشوف له معنى اذا الخبر طلع حقيقة، بس طبعا تسريب يعني مو اكيد، فبس ننطر ونشوف شنو بيصير في نهاية هالسنة الكثيفة. اعتقد خلاص نهاية هالسنة كلنا بنموت وبنحترق، فيلا روحوا كملوا اي لعبة ما لعبتونها وبس كلنا بنلتقي في جهنم.